السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بطلابنا جريد فور، معاكم ميس السلوان. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس. يلا نبدأ. تمام، النهاردة هناخد لسون فور ولسون فايف. تمام، لسون فور ولسون فايف بيتكلم عن ايه؟ من الرغم ان الفوسيل فيول ده ليه اهميه في حياتنا ما نقدرش نستغنى عنه، تمام، الا ان الفوسيل فيول ده هاز نيجاتيف افكت تو انفايرمنت، ليه تاثير سلبي على البيئه. طب ازاي؟ قال لك هنا كوزز بوليوشن تو ذا انفايرمنت، بيلوث البيئه. طب تعالوا نعرف ازاي بيلوث البيئه. قال لك هنا increasing the amount of burning fuel is in factories and car and airplane. دلوقتي انت عندك المصانع وعندك العربيات وعندك اللي هي المطارات، تمام، كل دول بيستخدموا الفيول، بيستخدموا الوقود. تمام، لما يستخدموا ايه اللي يحصل؟ المفروض ان الوقود لما بيتحرق بيعملوا بيرنج، المفروض انه يطلع ثيرمال انرجي. تمام، الثيرمال انرجي دي بتطلع على هيئه سموج، على هيئه دخان. الدخان ده بيضر الايه؟ بيضر الانسان. ممكن يضر اللي هو الريسبيراتوري سيستم، اللي هو الجهاز التنفسي. في ناس بتكون سنسيتيف، بتبقى حساسه جدا من اللي هي الروائح دي، فممكن ان هي يعني تضر اللي هو الجهاز الريسبيراتوري سيستم. دي اول حاجة. تاني حاجة هنا ايه؟ بيقول لك هنا mixing the pesticide used in farm with the running water. عندنا الفلاح بيستخدم حاجة اسمها البستسايد. البستسايد النوع من الاسمدة المفروض ان هو بيستخدمها على الاراضي الزراعية. تمام؟ دلوقتي الاسمدة دي بتبدأ ان هي تتسرب للي هي المية، اللي هي المجاري او الانهار او الحاجات دي. تمام؟ دلوقتي الاسمدة دي لما بتدي ان هي تروح مثلا الانهار، دلوقتي الانهار دي اللي هي river، انا عندي اسماك عايشة فيها، صح ولا لا؟ وعارفين الاسماك اصلا بتتنفس ايه؟ بتتنفس اكسجين، صح ولا لا؟ تمام، دلوقتي الاكسجين دي هيبتدي ان هو البستسايد ده ياثر على الاكسجين اللي موجوده في الميه، يبتدي مستوى الاكسجين يبتدي ان هو يقل. طب لما يبتدي يقل الاسماك هيحصل لها ايه؟ هتموت، وبالتالي عند الميه تتلوث، هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ووتر بوليوشن، صح ولا لا؟ تمام، اخر حاجه بيقول لك هنا chemical materials used in factories causes air pollution and water pollution. بيقول لك ان في مواد كيميائيه بتستخدم في المصانع دي بتسبب ان يبقى في بيحصل فيه تلوث مائي وتلوث ايه؟ هوائي. تمام، طب ايه هو النيجاتيف افكت اوف اير بوليوشن؟ ايه التاثيرات السلبيه اللي هتكون عايده عليك؟ تعالوا كده نشوف. بيقول لك هنا ايه؟ اول حاجه اي اند لونج اريتيشن، يعني ايه؟ هيسبب للعين او للرئه، هيسببها تهيج. يعني شايف المنظر ده؟ دي في ناس بتكون حساسة جدا للدخان، فعينيهم بتعمل كده. ده بنسميهم ايه؟ بنسميهم irritation. تمام، تاني حاجة بيقولك ايه؟ damage of tissue of the respiratory system. ده الدخان ده هيأثر على ايه؟ هيأثر على الجهاز التنفسي بتاع الانسان. تمام، المفروض بقى ايه؟ المفروض دلوقتي اللي احنا عرفنا دلوقتي ان الفوسيل فيول عنده نيجاتيف افكت تو انفايرمنت، ليه تاثير سلبي على البيئه، وعرفنا ان هو ايه؟ بيسبب اير بوليوشن او ممكن يسبب ووتر بوليوشن، صح ولا لا؟ تمام، دلوقتي انت لازم تعرف حاجه. دلوقتي لما اي فيول يبتدي ان هو يتحرق، يبتدي ان هو يحصل له بيرننج، المفروض ان هو هيتحرق، المفروض ان هو هيطلع ثيرمال انرجي، بس على هيئه سموج، على هيئه دخان. تمام، انا عندي في الجو بيكون في نسبه من الكربون ديوكسيد وفي نسبه من الاكسجين، احنا بنتنفس اكسجين. تمام، وفي الجو برده في نسبه من الكربون ديوكسيد بتزيد. تمام، المفروض ان هو الكربون ديوكسيد ريشيو اوف ذا كربون ديوكسيد ويل بي انكريز، المفروض ان هي هتزيد امتى؟ لما ابتدي ان انا احرق في الوقود اللي هو الفيول. تمام، هتزيد عن المعدل الطبيعي، فاهمين؟ فلما تزيد عن المعدل الطبيعي هينتج منها حاجتين، هينتج منها تو فينومينا، ظاهرتين طبيعيتين. ايه هما؟ حاجه اسمها جلوبلر وورمنج، اللي هي بنسميها الاحتباس الحراري. معلش خليك معايا وانا افهمك يعني ايه احتباس حراري. وحاجه اسمها اسيديك رين. اسمها ايه؟ اسيديك رين، اللي هي الامطار الحمضيه. يبقى لازم تعرف ان انا عندي نسبه الكربون ديوكسيد لما بتزيد عن النورمال، عن المعدل الطبيعي، تمام، بينتج منها اتنين ظاهره، تو فينومينا، اللي هما ايه؟ جلوبلر وورمنج او اسيديك رين. خلاص، طب تعالوا نعرف مين دي ودي ايه. تعالوا نعرف اللي هو الجلوبال وورمنج، اللي هو الاحتباس الحراري. تعالوا نفهم هو ده يعني ايه احتباس حراري. بيقول لك هنا ايه؟ لازم تعرف ان انا عندي الايرث اللي هو كوكب الارض ده بيكون محاط بغلاف، بنسميه الغلاف ايه؟ بنسميه الاتموسفيريك اير، بنسميه ايه؟ الاتموسفيريك اير. تمام، وظيفه الغلاف ده ايه؟ عشان بس ما اخرجش بره النطاق، ان اي حاجه ربنا خلقها بيكون ليها سبب. وظيفه الغلاف ده ان هو يحمي كوكب الارض من اي اشعه ضاره جايه من الايه؟ من الصن. خلاص، تمام،
نرجع بقى الموضوع دلوقتي. انا دلوقتي لما يحصل ان الفيول يبتدي ان هو يتحرق ويحصل له بيرنينج، المفروض ان انا عندي نسبه الكربون ديوكسيد اللي يحصل له ايه، هتزيد صح ولا لا؟ تاني الاتموسفيرك ده هو عباره عن ليرز، عباره عن طبقات، يبتدي الكربون ديوكسيد ان هو يتجمع في طبقه من الطبقات بتاعه الاتموسفيرك، يفضل محبوس كده خلاص. اقف هنا بقى لغايه هنا وهنرجع لها تاني. يبقى احنا عرفنا ان الكربون ديوكسيد بيبتدي ان هو يتجمع في طبقه من الطبقات للايه، للاتموسفيريك ايه. تمام، احنا عارفين ان السن از ذا مين سورس اوف انرجي تو ايرث، ان احنا عارفين ان السن هو المصدر الرئيسي للطاقه للايه، كوكب الارض. ليه؟ لان احنا بناخد منها اللايت انرجي والهيت ايه، الانرجي، صح ولا لا؟ تمام، دلوقتي انا عندي الهيت انرجي بتبتدي ان هي يحصل لها فول اون ذا ايرث، بتبتدي ان هي تسقط على الايه، على كوكب الارض. تمام، دلوقتي ان في جزء من الهيت انرجي هيحصل له ان هو يابسورب، في جزء منه هيمتص، المفروض في جزء منه هيحصل له هيمتص، وكوكب الارض هتاخد الحراره دي اللي هو الهيت انرجي، والمفروض في جزء منه هيحصل له ايه، هيحصل له ريفلكت، هيرتد. تمام، المفروض انه يحصل له ايه، هيحصل له ان هو هيرتد. تمام، الكربون ديوكسيد اللي هي اتجمعت في طبقه من الطبقات بتاعه الاتموسفيريك، خلاص ايه اللي حصل فيها؟ لما اتجمعت في طبقه من الطبقات الاتموسفيريك، خلت اللي هو الهيت انرجي اللي المفروض اللي كان يحصل له ريفلكتد، ان هو يحصل له ان هو هيرتد تاني، ان هو اتجمع تاني، جمعته تاني، حصرته في كوكب الارض. تمام، في الاتموسفيريك. فاصبح هنا الظاهره دي الفينومينا ايه، جلوبال وورمنج. يعني ايه؟ كميه الهواء السخن اللي في كوكب الارض مش عادي، يعني كميه فظيعه. طب تعالوا كده نقرا، بيقول لك هنا ايه، carbon dioxide gases is the collected and form layer in a atmospheric. المفروض ان انا عندي الكربون ديوكسيد لما بتزيد بتتركز في طبقه من الطبقات للايه، للاتموسفيريك، دي عرفناها. تمام، تاني حاجه بيقول لك هنا، تمام، طب وبالنسبه للهيت انرجي يا ميس، تعالوا نقرا ونشوف. بيقول لك هنا the heat energy is trapped in this layer، هيبتدي اللي هو الهيت انرجي اللي كان المفروض هيحصل له ايه، يحصل له ريفلكتد، المفروض ان هو هيرتد تاني يخرج. يعني ايه اللي حصل؟ خلت الكربون ديوكسيد ان هو يعني ان هو يبقى يفضل ان هو يفضل موجود، ما يطلعش تاني، يفضل موجود في الطبقه دي، ما يفضلش ان هو يعني يخرج تاني. تمام، trapped in this layer and the temperature of the earth released slow، هيبتدي من درجه الحراره بتاعه كوكب الارض ان هو ايه، ترتفع. تمام، دي الظاهره دي اللي بنسميها ايه، بنسميها global warming. يا رب بتكون فهمتوها، لو ما فهمتوهاش يعني اقترح عليك ان انت لازم تراجع تاني الحته دي وانت تفهمها تاني، يعني عيدها تاني عشان تفهمها. خلاص، تمام، تعال نشوف بقى الظاهره التانية اللي بنسميها ايه، بنسميها الاسيديك رين. اسمها الايه؟ الاسيديك رين. تمام، اللي هي بنسميها بالعربي اللي هي الامطار الحمضيه. طب تعالوا نعرف ايه الامطار الحمضيه. المفروض ان عندي نسبه الكربون ديوكسيد زادت في الجو عن المعدل الطبيعي، يبتدي الكربون ديوكسيد يحصل له رياكت ان هو يتحد مع رياكتد ويز ووتر فيبر اللي هو بخار الميه اللي موجود في الجو. تمام، يكون لي مركب اسمه ايه، كربونيك اسيد. خلاص، الكربونيك اسيد ده يعني ده هو ده يا ميس، بيضر في حاجه، اه بيضر في حاجه، بيسبب ايه، بيسبب ديس اوف ذا تري، بيموت الاشجار، ديس اوف فيش. تمام، كيميكال بوليوشن اوف ذا سويل، وكمان هيدمر لي الايه، التربه. يبقى انت لازم تعرف ان انا دلوقتي عند الكربون ديوكسيد هو اصلا موجود في الجو، يبتدي ان هو يتحد مع الووتر فيبر اللي هو بخار الايه، بخار الميه، هيكون لي مركب اسمه ايه، كربونيك اسيد. احفظ المركب ده اسمه ايه، كربونيك اسيد. كربونيك اسيد ده بيسبب ايه، بيسبب ان الامطار دي لما تيجي تسقط في البحر، تمام، البحر ده فيه اسماك. تمام، المفروض عشان تعرف بس ان انا عندي نسبه اللي هو الاكسجين اللي موجود في الميه هتبتدي ان هي تقل، فالاسماك اللي يحصل لها هتموت، صح ولا لا؟ ديس اوف فيش. تمام، وكمان الاشجار هتموت. ده مش بس كده، كمان ده هيحصل كمان ان السويل هيحصل لها بليوشن، هيسبب ايه، هيسبب تلوث في التربه. تمام، وده كمان هيأثر على النبات اللي احنا بناكله وهكذا. تمام، يبقى احنا لازم نعرف how to reduce the burning fossil fuel، عايزين نقلل بقى من استخدام الفوسيل فيول لان هو طلع عنده disadvantage كتير جدا. تمام، اول حاجه walking and driving a bike instead of driving a car، هنبتدي بقى ان احنا بقى ايه، يا اما بقى نبطل احنا نستخدم بقى العربيات. تمام، وكمان نبدلها بايه، ان احنا مثلا نركب بسكليتة اللي هو اللي هي العجله دي، او مثلا نمشي احسن. تمام، using public transportation، ان احنا نقلل من، المفروض ان احنا نقلل بقى من اللي هو البرايفت كار، ان كل واحد معاه عربيه، نبطل بقى نستخدم البرايفت كار ونستخدم بقى ايه، المواصلات العامه. تمام، تمام، turning off electrical bulb and electrical devices if we don't need them، يعني ايه؟ يعني مثلا كميه الانوار اللي ملهاش اي لازمه، اللي مثلا لو انت مش محتاجها خلاص نقفلها ونبتدي مثلا نشغل نور واحد احنا يعني قاعدين فيه. تمام،
يعني الحاجات النور اللي ملوش لازمه. تمام، يبقى احنا كده عرفنا من الديس ادفانتج اوف فوسل فيول، استنتجنا ايه؟ ان هو بيحصل لما كان نسبه الكربون ديوكسيد بتزيد، المفروض ان عندي تو فينومينا بيبتدوا يظهروا، اللي هو الاسيديك رين او الجلوبال وورمنج، يعني بيسبب ايه؟ بيسبب بولوشن تو ذا انفايرمنت، صح ولا لا؟ ده مش بس كده، كمان ده احنا قلنا كمان من عيوبها ان الـ احنا عارفين الفوسل فيول ده من ايه؟ من النون رينيبل سورس اوف انرجي، صح ولا لا؟ من المصادر الغير متجدده، يعني بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ران اوت، ان هي بتنفذ بسرعه او بتستهلك بسرعه. تمام تمام طبعا لو في اي اسئله، اجزاء مش فاهمينها، اي حاجه مش عارفينها، اكتبها لي تحت في الكومنت، تابعوني في لينك التليجرام عشان المراجعه هتنزل بتاعه اللي هو المراجعه بتاعه الامتحان. تمام، واي حاجه مش فاهمينها ابعتها لي او اكتبها لي في الكومنت، وانا ان شاء الله هرد عليكم في اسرع وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.